كما توجه الرئيس السيسي بالتهنئة للخريجين الجدد من أكاديمية الشرطة، مشددا على أهمية المسؤولية الملقاة على عاتقهم في إطار الدور المهم لوزارة الداخلية. أرجو أن احنا نبقى دايما عارفين أن المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الداخلية مسؤولية كبيرة قوي، واحنا كلنا يمكن واحنا ماشيين في الشارع نقول فين الشرطة لو قابلتنا مشكلة، أو حتى في البيت أو في أي أو حتى لما نلاقي الأسعار غليت نقول فين الشرطة، فين الرقابة. يعني عايز أقول دوركم مشهود من الناس كلها ومنتظر من الناس كلها، ومصر كلها بتقدر هذا الدور، طالما أن هذا الدور يبقى دايما بيحترم إنسانية الناس وبيحترم إنفاذ القانون. ودي النقطة اللي أنا يمكن بأكدها عليكم، إن إحنا دايما عايزين وإحنا بنتعامل مع مواطنينا في مصر نبقى دايما منتبهين إن إحنا إحنا موجودين في الشارع بنتعامل مع تحديات كتير، في يعني ممارسات، اللي ماشي صح مش هيبقى في مشكلة معاك، لكن اللي ماشي بشكل مش يعني مش منضبط هو اللي هيبقى ليه مشكلة معاك. ترفق بيه، علمه من خلال أدائك الراقي، وأيضا من خلال القدوة، الممارسة، ممارستنا كلنا مش بس أبنائنا في وزارة الداخلية. أتمنى لكم التوفيق. أنتوا قلتوا إن شعاركم علم وأخلاق وواجب، فتسلحوا بالعلم دايماً